السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل يشرع في هذا العيد أن يزور الإنسان قبر أمه وأبيه وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لا يشرع، خلافا لما اعتاده بعض الناس أنه إذا كان يوم العيد قال سأذهب إلى المقبرة لأعايد أبي، لأعايد أخي وما أشبه ذلك، لأنه ليس لزيارة المقبرة يوم معين، تزار المقبرة في الليل في النهار في كل وقت، فلا يختص تختص زيارتها لا بالجمعة ولا بالعيد ولا بغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، وفي لفظ تذكر الآخرة. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.